صلة الأرحام الذين يتطيرون ويذهبون إلى الكهان والسحرة، هل أصلهم؟ لا، إذا نصحتهم ولم يمتثلوا ولم يتركوا هذا فابتعد عنهم ولا تصلهم. أما إذا قبل أن تنصحهم وقبل أن تبين لهم فأنت تعمل السبب في هدايتهم، وإن اهتدوا فالحمد لله ولك الأجر، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، وإن لم يهتدوا فأنت أقمت الحجة عليهم وأبرأت ذمتك. نعم.